السلام عليكم، معكم سعيد فرح الكاتب العام لجمعية اتحاد الجرمين درب عمر. بالنسبة للجمعية ديالنا تقريبا دابا واحد سنتين، دابا الذكرى الثانية في السنة الثانية هذه. الحمد لله الجمعية قامت بواحد العدد ديال الأنشطة في المستوى كبير، بفضل الجهود ديال التجار ديال درب عمر وبفضل المنخرطين ديال الجمعية، خصوصا هاد اليومين، هادي النهار 26 27 فبراير الجمعة والسبت، الجمعية دارت واحد المبادرة ديال حملة تبرع بالدم تحت شعار تبرعك بدمك إنقاذ لحياة غيرك، تلبية لنداء المركز الجهوي للتحقن بالدم اللي صافت واحد النداء. لهذا استشرنا مع الإخوان، عجبتهم الفكرة، في ظرف تقريبا أسبوع وجدنا ليه. الحمد لله الحملة ناجحة، في ظرف يومين تقريبا 400 متبرع اللي وصلنا لها. اذا يعني الحمد لله الامور كلها ديزاف على احسن ما يرام، من ناحيه الاستقبال، من ناحيه الفحوصات الطبيه اللي قام بها الاطباء والاطر ديال هذا المركز، تهم مشكورين، من استقبال، من تشخيص الطبي، من عمليه ديال التبرع، من وجبه ديال الاكل ياخذوه المتبرعين. في النهايه الامور دازت في ظروف صحيه، تباعد الكمامه، يعني تعقيم مستمر على مدار الساعه. كنشكروا الساكنه ديال درب عمر ودير بن جديه والتجار بصفه عامه اللي جاوا، وكنتمناو ان شاء الله تكرر هذه الحمله عده مرات. بعيد على مستوى الافق سيد الكاتب العام، واش عندكم شي مشاريع مستقبليه؟ بالنسبه للجمعيه ديالنا كما كتعرفوا هي خدامه على الشق الدفاع على التجار ديال درب عمر بصفه عامه، وعندها واحد الجانب كذلك كتساهم فيه في الحملات الوطنيه كما كتعرفوا. في يلا تقريبا دابا واحد الشهر ونص كنا ضمن واحد الزياره للمعبر لقرقرات، حتى هي اللي كانت ناجحه الحمد لله. مشينا بواحد الوفد في المستوى وزرنا وتلقينا تما مع المسؤولين الكبار، وقبل منها عاوتاني الجمعيه ديالنا ساهمت في الصندوق ديال الكوفيد واحد 40 مليون سنتيم، وواحد والحماله والعساسه ديال درب عمر اللي كانوا محتاجينه في ديك الظروف ما لقاوش العمل وكل شيء، ساهمت بواحد 1000 درهم لكل واحد، تقريبا 350 واحد استفدت فيهم، وفرقنا تقريبا واحد 300 قفه ديال المواد الغذائيه على الناس اللي محتاجين، والمستشفيات ديال المنطقه 20 غشت الصوفي وثلاثة المستشفيات ديال درب ديال الضربده، ودينا لهم معقمات، تكمامه، وسائل تقييم، وسائل ديال النظافه. يعني الحمد لله الجمعيه رغم ان انشات سنتين قامت واحد عدد ديال المبادرات، واحد عدد ديال المجهود، وكذلك عندنا التواصل دائم مع وزاره التجاره والصناعه، كنتواصلوا معهم خصوصا في بعض المذكرات اللي كنرفعوا لهم بالنسبه للمطالب ديال التجار. بالفعل على ذكر وزاره التجاره والصناعه، يعني مركز درب عمر يعتبر تراث بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، ولكن اشيع مؤخرا انه سينقلون هذا المركز الى جهه اخرى. يعني انتم كتجار، ما هي الاضرار التي تتوقعون ان تلحق بهذا التجار؟ بخصوص اشاعه ديال الترحيل ديال اسواق درب عمر، كانت واحد ثلاثه ديال الدراسات، جوج دازو، باقي واحده كانت واحد الدراسه على قامت بها الغرفة التجارة والصناعة، ما كلاتش بنجاح، راكنا في الرفوف. الدراسة الثانية قامت بها المجلس المدينة، المركز الجهوي للاستثمار اللي كان قام بالدراسة الثانية ما نجحش، دابا حد خدامين في الدراسة الثالثة إلى حدود الساعة، راه ما كاينش شي حاجة صحيحة. التواصل ديالنا مع المسؤولين راه ما كاينش شي حاجة بالنسبة للترحيل ديال درب عمر، اللي كل ما في الأمر أن ربما الشاحنات اللي كاين في قريب هنا في ساحه النصر ممكن يتحولوا لمخارج اللي كيخرجوا الاولاد زيان، اما بالنسبه للاسواق ولا بالنسبه لشي ترحيل راه ما كاينش دابا شي حاجه صحيحه نهائيا. كل ما كيرجع انا الاشاعات، الدراسه كما قلت، مور الدراسه مور الدراسه، شي حاجه صحيحه راه ما كايناش. وكنتمنوا ان شاء الله من المستقبل المسؤولين اللي كيقوموا بهذه الدراسه يشاركونا كجمعيه، يشاركونا كتجار في هذه الدراسه هذه، راه عندنا مقترحات وعندنا حلول وعندنا افكار. السيد الكاتب العام، التأسيس سنتين، الإنجازات كبيرة، ما هي الآليات التي تعتمد من أجل تحقيق هذه المكتسبات سواء على الشق المادي أو الشق البشري؟ يعني كيف تمولوا الجمعية وكيف تشتغلوا؟ بالنسبة للتمويل ديال الجمعية كتجي من المنخرطين، هذا هو التمويل الوحيد اللي عندنا حاليا، أو لا أعطاء ديال الجمعية كيمولوا يعني من جيوبهم، من المال ديالهم الخاص. عندنا مقر في المستوى الحمد لله،
عندنا بعض المصاريف، ولكن الحمد لله هي الحدود الساعه عندنا تقريبا واحد 500 منخرط. راح حاليا تندبر الامور ديالنا بالنسبه للمداخل ديال الانخراط، وكنتمنوا ان شاء الله من المستقبل يزيدوا منخرطين باش الجمعيات للمستقبل تدافع على التجار وتدافع على المصالح ديالهم، خصوصا المنطقه اللي كتمثل هذه الجمعيه من سكه الماشينه ديال البيضه الى سكه الماشينه محمد الخامس. جميع الاسواق اللي ضرب عمر تقريبا 45 أو بيزيد على 45 قيصريه من غير الازقه والشوارع اللي كتغطي هذه الجمعيه. غير من موقعك ككاتب عام للجمعيه اتحاد التجار المهنيه دابا عمر، واش عندكم شي رساله السيد الكاتب؟ الرساله اللي عندنا وعند التجار كامل، عندهم واحد العدد ديال الاكراهات والمشاكل خصوصا الاسواق اللي ضرب عمر. دابا التجار حاليا كيتشكاو وكيعانيو من المرور ديال الخط ديال التراموي، ها هو دابا تيقرب، ها هو وصل البيضه شارع محمد السادس، التجار تما تيعانيو، ما كاينش فين بلاصه السياره للزبون، ما كاينش فين يوقف، فين الشحن والافراغ ديال البضائع ديالهم، تيعانيو منه زياده على عندهم مشاكل ديال الضرائب، عندهم واحد العدد ديال الاكراهات ديال بالنسبه للتجار، ها هو شركه ديال الصابو حتى هي كيعانيو منهم، كيجي الكليان يجي يتقدم من عندك كيلقط الطوموبيل ساده ليه، عندك السياره كيتشحن السلعه كيجي كيسدها ليه، يعني كاين واحد العدد ديال المشاكل. كنتمناو الجهات المسؤوله يشوفوا من هذا التاجر، لان حتى هو راه دائما كيضحي وكيساهم. شكرا سيد الكاتب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.